بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، نسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أحكام كسوف الشمس وخسوف القمر، و على صفة سوف تبين لها الحديث، ونتكلم على شيء مما قاله أهل العلم في هذا. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هذه هي صفة صلاة الكسوف، أو إحدى صفات صلاة الكسوف على ما سوف يأتي. الكسوف والخسوف، الكسوف والخسوف. هنا قالت خسفت الشمس، والله عز وجل يقول: وخسف القمر. فبعضهم يقول إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل العكس، ولكن واضح أن الخسوف للقمر كما في القرآن العزيز، والذي يبدو أنه يطلق هذا على هذا وعلى هذا، يعني يمكن تقول كسفت الشمس وخسفت الشمس، وكسف القمر وخسف القمر. والكسوف التغير، والتغير إلى سواد، ولهذا يعني يقال كسف وجهه أو في وجهه كسوف أو كسف، بمعنى تلون وتغير إلى سواد. والخسوف النقص، الخسوف النقص، فالكسوف تغير اللون والخسوف النقص. وكما قلنا يطلق على الشمس وعلى القمر، يقال خسف وكسف وكسف وخسف، وقيل إن الخسوف كما قلنا للقمر كما في التنزيل، والكسوف للشمس، والذي يبدو أن اللغة تتسع لهذا ولهذا. والكسوف كما معلوم، والخسوف هو أنه أن ضوء الشمس إما أن ينحجب كله ويكون كسوفا كليا، أو ينحجب بعضه، وكذلك القمر أيضا قد بعضه أو كله. وأيضا هذا آية من آيات الله كما سوف نرى إن شاء الله، من آيات الله عز وجل، وهي آيات ثابتة وسنن معروفة وتدرك بالحساب أيضا كما هو معلوم، وإدراكها بالحساب
كما سوف نرى لا يعني أنها ليست آية من آيات الله، ولا يعني أنها لا تكون أيضا مما يخيف الله به عباده على ما سوف يأتي، لكن هم على حسب ما يعني يقول فلكيون هو تكسف الشمس حينما تكون الأرض بين القمر، حينما يكون القمر بين الأرض والشمس تكسف الشمس، وحينما يكون الأرض بين الشمس والقمر يكسف القمر، وهذه يعني من سنة الله عز وجل. قال عائشة رضي الله عنها قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذا كان في السنة العاشرة، الكسوف الذي حصل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كسوف الشمس، أما القمر فلم يخسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يصلي، وإلا في انشقاق القمر كما هو معلوم، لكن الكسوف كان في الشمس. وقال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه كان في السنة العاشرة يوم وفاة ابن النبي إبراهيم رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والغريب أنهم قالوا إن موتى إبراهيم رضي الله عنه كان يوم العاشر من ربيع الأول سنة عشر، هذا كلامهم. والمعروف من سنة الله عز وجل أن كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر اللي هي تسمى ليالي الإسرار، ليالي الإسرار 28 29 أو من نحو ذلك. والقمر لا يكون كسوفه إلا ليالي الإبدار 13 والرابع عشر والخامس عشر، وغالبا لا يكون غير ذلك، وإن كان الله على كل شيء قدير. ولهذا هذا يحتاج إلى مزيد تحرير، يعني أنا قد يكون الوفاة لا تكون يوم العاشر، ولا شك أن أو أنه كان توفي وجاء الخسوف بعده بأيام. وهنا قصة عجيبة للوالد رحمه الله، الوالد رحمه الله طبعا في كتاب الحمد لله صدر قريبا، وهو شرح الوالد للروض المربع قسم العبادات، طبع سماحة مفتي المملكة جزاه الله خيرا في 5 مجلدات قسم العبادات من الطهارة إلى آخر الجهاد. فلما جاء في صلاة الكسوف ذكر الحنابل أصحاب الحنابل رحمه الله أنه قالوا إنه يمكن أن يقع الكسوف في أي يوم، وقالوا إن الله على كل شيء قدير. الوالد رحمه الله يعني قال هذا بعيد، من حيث أنه غالبا سنة الله أنه لا يقع إلا في القمر في ليالي الإبدار والشمس في ليالي الإسراء أو أيام الإسراء اللي هي آخر الشهر، والقمر منتصف الشهر. ليس هذا الغريب، أنه رحمه الله قال، وهو رحمه الله يتمتع بذاكرة عجيبة وحفظ عجيب، إذا مرت عليه المعلومة لا يكاد ينساها أبدا. فقال وهو يقرر للطلاب الشرح كلام الأصحاب أنه ممكن أن يقع في أي يوم، وقال إن الله على كل شيء قدير، قال لا شك أن الله على كل شيء، لكن الله أجر سننه الثابتة. قال إنه قرأ رحمه الله في تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن كثير في سنة 511 أظن أو 10، أن ابن كثير ذكر أن القمر خسف في اليوم الرابع
في اليوم الرابع. فقال الوالد رحمه الله: مر علينا وهذا بعيد، هذا بعيد، لكن ابن كثير ذكره. ثم قال: لعله الرابع عشر، لعله الرابع عشر وليس الرابع، يعني سقطت عشر. نحن ولله الحمد طبعا حينما اشتغلنا على الشرح هذا، وهناك باحثون جزاهم الله خيرا طبعا يحققون الكتاب، فلما مروا على هذه الحادثة رجعوا لابن كثير فوجدوه كما ذكر الوالد رحمه الله أنه قال أنه اليوم الرابع. فلكنهم رجعوا لابن الأثير الجزري فذكر السنة، قال الرابع عشر، أنه الرابع عشر. قل الوالد طبعا توف ما لا يدري رحمه الله، نحن حينما رجعنا وجدنا أنه كما قال أنه الرابع عشر. ومع هذا الوالد رحمه الله حاول أن يعتذر لابن كثير، قال ما استبعد، قال لو كان الرابع عشر عند ابن كثير كما ذكره، لأن الرابع عشر عادي أن يكون الرابع عشر، لكن لما كان شاذا ذكره. هذا يعني حاول الرحمن يعني يوجه، كان هو السبع، قال لا قال لعلها الرابع عشر، لا بسنة الله أنه لا يقع إلا في خسوف القمر، لا يكون في ليالي الإبدار. الحاصل أنه بالفعل الحمد لله وجدنا في تحقيق أن ابن الأثير ذكر نفس الواقع وقال اليوم الرابع عشر. فهذه لا شك أنها طرفة وظريفة جدا، وتستحق التدوين، وتستحق أيضا يعني أن تستحق الذكر حتى يتناولها طلبة العلم المختصون في النظر. وأيضا الحمد لله هذا الكتاب الذي طبعناه وهو شرح الوالد على الضرورة أيضا ألحقنا به أسئلة الطلاب. الطلاب في حلقته يسألونه أسئلة دقيقة وعلمية حقيقة وجميلة جدا، أيضا أثبتناها، أثبتنا الأسئلة في الكتاب وهي جميلة جدا، وتبين يعني نوع الطلب ونوع التحصيل ونوع طريقة الأسئلة، وكيف الوالد رحمه الله يعني موقفه من الأسئلة وإجابته عليها، وأيضا الأدب يعني أيضا طريقة السؤال الطلاب في الأدب في السؤال إلى آخره. المهم أنها يعني أسئلة غير عادية، أسئلة الطلاب أسئلة علمية، وهم طلاب طبعا نعرفهم رحم كثير من الأحياء الآن طالب علم متميزون، لم يكونوا يعني كانوا طلاب في الجامعات وكليات كانوا معروفون يعني، فكانوا يحضرون عنده وكانت أسئلتهم علمية يعني وجميلة. والكتاب طبعه سماحة المفتي دار الإفتاء، هي التي طبعت الكتاب، وهو الحمد لله هو يعني بين أيدي طلبة العلم. المقصود هو أنه يقول رحمه الله أن سنة الله جارية، أن خسوف القمر يكون ليالي الإبدار، وكسوف الشمس يكون في ليالي الإسراء. ومن هنا حينما قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يعني، وكتاب السير المؤرخون قالوا أنه في السنة العاشرة، وأنه لعسن خلونا يحتاج إلى تحريره، وقالوا إنه لم يحصل كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، مرة أولى لعله قبل تشريع صلاة الكسوف، والمرة الثانية هو في السنة العاشرة، والموضوع يحتاج إلى مزيد تحرير. قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، الصلاة بالفتح أو بالنصب، ويجوز الصلاة جامعة. طيب إذا قلنا الصلاة جامعة ما إعرابها؟ ما إعراب الصلاة بالجوال جامعة؟ اشتوى المشايخ الصلاة إعرابها إيش؟ إذا قلنا بالفتح الصلاة إيش منصوب على إيش؟ ها؟ علم به؟ ها؟ وين الفاعل وين الفعل؟
ما تقول تعالى بس مخاخي ما يصح. ليش ليش يقول ها ها ولاجله هذه هذه اسم يا شيخ ها حسن ترى على الاغراء على الاغراء نعم على الاغراء. طيب جامع ايش تقول عاد جامع ايش تعرفها الصلاه جامعه سالم جامعه ها لا يا شيخ ها حال نعم حال الصلاه جامعه حال. واذا قلنا الصلاه جامعه كيف تعرفونها ها مبتدا وخبر نعم الصلاه جامعه مبتدا وخبر فانها والاشهر الصلاه جامعه وإلا الصلاه روي الصلاه جامعه فبعث هذه الصلاه جامعه فاجتمعوا وحتى قيل ان المسجد امتلا ان المسجد امتلا وهذا ايضا انها ينادى لها انها ينادى لها وقلنا في العيدين ما في اذان العيدان ليس لهما اذان ولا اقامه اذا مر معنا في الدروس الماضيه ان العيدين ليس لهما اذان ولا اقامه بينما الكسوف ينادى لها كذلك الاستسقاء ليس له يعني ليس له اذان الكسوف له. قالوا لماذا؟ قالوا لان العيدين وقتها معلوم وايضا الاستسقاء ينبه اليه قبلا بحيث ان الامام يدعو للاستسقاء او كذا بحيث ينتسب الناس بينما لا هذا طارئ وسريع الكسوف والخسوف وقت محدود قال نص ساعه ساعه وينتهي ولهذا يحتاج التنبيه فينادى له فكفى النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاه جامعه فهو ينادى له الكسوف ينادى له الصلاه جامعه فاجتمعوا حتى قيل انه امتلأ المسجد امتلأ المسجد وتقدم عليه الصلاه والسلام فكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات سياتي معنا انه اطال فيها جدا كما في الحديث الثالث اطال جدا ولعلنا نترك الحديث على التفاصيل في الاحاديث القادمه ان شاء الله في بيان صفه صلاه الكسوف. المقصود ان صلاه الكسوف تصلى على ما في الحديث هنا أربعا في ركعتين بمعنى يصلي يركع يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ قراءة طويلة جدا حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة كاملة ركعة أولى ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قرأ أيضا ركوع أيضا قراءة طويلة لكن أقل من الركعة الأولى ثم ركع ثم سجد سجودا أيضا طويلا وسجد ثم قام وصل وقرأ ثم ركع ثم رفع ثم قرأ كما سوف يأتي معنا أيضا قراءة طويلة ثم سجد إلى آخره. إذن صفة صلاة الكسوف ركعتان ركعتان في ركعة ثم ركعتان في ركعة وسجدتين فقط في كل ركعة فيها كل ركعة فيها سجدتان كل ركعة السجود ما في زيادة الركوع هو اللي فيه زيادة ركعة وسوف يأتي التفاصيل في هذا وقيل ثلاث ركعات وقيل أربع وقيل خمس ورد هذا وهذا لكن يعني من الصعوبة طبعا يعني القول ب يعني التخيل لماذا؟ لأنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة واحدة فكيف أربعة خمس ثلاثة من يدل على يعني اختلاف الرواة إما أن بعضهم يعني رأى أن اختلف العدد المهم بما لكن الراجح والصحيح أنها كما ذكر هنا وهي أصح الروايات أنها أربع ركعات في ركعتين
أربع ركعات في ركعتين. نعم. الحديث الثاني عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله، وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. عندك الله ولا وادعوا بس؟ وادعوا الله بين قوسين. هذا حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا، بضيوات فإذا فزعوا. وأيضا فيها أن الرسول خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. فإذا هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيات من آيات الله يخوف الله بهما عباده. والآيات حينما يخوف الله بهما عباده لا يلزم أن تكون يعني ليست خاضعة للسنن، كما قلنا الخسوف والكسوف يدرك بالحساب، يدرك بالحساب. ولهذا الفلكيون يقولون سوف تخسف القمر وسوف تخسف الشمس، وغالبا يقع ما يقولون لأنه يدرك بالحساب. والإدراك بالحساب لا يمنع أن يكون آية، ولا يمنع أن يكون مما يخيف الله بعباده، لأن حينما تكون الشمس جارية في مسارها المعتاد، والقمر في مسارها المعتاد، والأرض في مسارها، والكواكب والأفلاك، ثم يأتي هذا الاختلاف أو هذا النوع الملفت، هذا كافي في العلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعني يجري ما شاء أن يجريها. ولهذا من لطيف ما قدره الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه لهذا الحديث كلام جميل أقرأه ونقف عنده. يقول: وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية. أصحاب الحساب اللي هم الفلكيون أسبابا عادية، بمعنى أنه إذا جاءت الأرض ووقعت بين الشمس والقمر خسف القمر، وإذا جاء القمر وصار بين الأرض والشمس كسفت الشمس. وهذا هم بحساب دوران الشمس بإذن الله، وهي دوران ثابت، والشمس يدركون متى تكون الحالة التي تقع فيها الأرض بين الشمس والقمر، والتي يكون فيها القمر بين الشمس والأرض. فهو الشيخ يقول: وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية، بمعنى ذكروا كأنه يقول وما ذكروه صحيح، وما ذكروه صحيح. ثم قال: وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بهما عباده. يعني كأنه يقول ما دام نحن عارفين متى تكون، أين مصدر التخويف، أين يكون التخويف. فالشيخ يقول: وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام: يخوف الله بهما عباده. ثم قال: وهذا الاعتقاد فاسد. لماذا قال؟ قال: لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية، وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب، فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب.
فيقتطع سبحانه وتعالى ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض، يعني يفصل ويقدم ويخرج سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك، فأصحاب المراقبة يعني المؤمنون والمتدينون والذين يخافون، فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته سبحانه وتعالى وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات أو المسببات عن أسبابها، إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف. لماذا؟ قال لقوة اعتقادهم في فعل الله ما شاء، وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها. وهذا يعني كلام محرر وكلام صحيح ودقيق، يعني أحيانا قد خاصة في الوقت الحاضر الآن يعني العلوم أكثر وإدراك العلوم أكثر والأدوات أكثر وأدق، وهذا وكل هذا لا يتنافى أبدا من أن يكون الخسوف أو غيرهما أن يكون مما يخوف الله بعباده. فأي آيات من آيات الله في التخويف، بل حتى الأمراض التي تصيبنا، حينما إنسان يمشي بصحة وعافية تراه صبح مبسوط ومرتاح وأنت قابلته مبسوط، ذهب المستشفى حللوا قال عندك سرطان، تتغير الدنيا كلها. معروف أن السرطان ما يبان عن مباشرة، الإنسان بالاكتشاف ولا تظهر أثره إلا بعد أيام أو شهور. فحال ما يحصل هذا معنى سبب ومعروف، ومع هذا يحصل في النفوس خوف ويحصل من توقع، والإنسان يحاسب نفسه ويحاسب حاله وأحواله. فوجود الآيات أو وجود معرفة للسبب لا يمنع أن يكون هذا مخوف. هذا هو الذي ينبغي. فآيات الله يسوق الله عز وجل، والعبر نعتبر من أنفسنا في آياتنا، في أنفسنا، في إخواننا، في الحيوانات، في الأشجار، في الأراضي، في الزلازل، في البراكين، في غيرها، في الفيضانات، كل آيات التخويف، مع أنها أحيانا قد تعرف أسبابها. فمجرد معرفة السبب لا يتعارض أبدا من أن يكون مخوف. ولهذا يعني بعض الناس يقول معروفة، يظن أنه لا يكون آيات مخوفة إلا إذا كانت من الغيبيات. لا، نعم فيها قد يكون في غيبيات، ويكون لا، معروفة الأسباب والنتائج. فكلام الشيخ هنا كلام متين ومهم ومحرر، وينبغي أن يستصحبه المسلم حينما يعني تحدث آيات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حصل الخسوف فزع، خرج فزع يخشى أن تكون الساعة، وجر رداءه، بل حتى إذا هبت الريح النبي يخاف عليه السلام، يخشى أن يكون، لأن قوم قالوا هذا عارض ممطرنا. فإنسان بالتغيرات الكونية ينبغي أن يخاف زيادة الأمطار أو الرياح أو زيادة البرد أو زيادة الثلوج أو زيادة الزلازل أو الفيضانات، كل هذا ما يخوف. وينبغي إنسان يخاف، لأن ابتلاء قد يكون بسبب الذنوب، قد يكون بسبب يعني أي يعني للتذكير لنرجع إلى ربنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من يخوف الله بهما عباده، يعني يخوفهم ليرجعوا وليتذكروا، وليكون الإنسان دائما قلبه حيا، يكون قلبه حيا ودائما متعلق بالله عز وجل، ودائما يراقب حركات الأكوان وحركات الرياح وغيرها، وفي الأنفس وفي النفوس وفي الحيوان وفي النبات وفي الجمادات، كلها آيات الله عز وجل في السماء وفي الأرض وفي البر وفي البحر، يخوف الله بما عباده.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، لأنك في اعتقادات الجاهلية أن الكسوف لا يكون إلا لموت عظيم أو حياة عظيم أو حدوث أمر عظيم. قال: لا، هذه الله يسوقها لتخويف الناس وليرجعوا إلى ربهم، ولها وخاصة أنها إذا اقترنت بموت إبراهيم، فقالوا إن الكسوف حصل، أو كسوف الشمس أنه حصل بسبب موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم منها شيئا، يعني من هذه الآيات، فصلوا، بمعنى الصلاة التي سوف يأتي تفاصيل صفتها إن شاء الله. فصلوا وادعوا، بمعنى يعني نستمر في الدعاء والصلاة، في الصلاة والدعاء، إلى أن ينكشف، يرتفع هذه الآية. ولهذا بعض العلماء حينما قال: فإذا رأيتم منها شيئا من هذه الآيات فادعوا، قال إنه إذا حصل زلزال أو حصل رياح أنه يصلى. والعلماء قالوا: لا، إنما يصلى في الشمس والقمر فقط، بينما في عهد النبي كان آيات كثيرة، ومع هذا ما صلى، جاءت رياح وجاءت أشياء. وفي المذهب عندنا الحنابلة يقول زلزال، وجاء النبع عن الصحابة ابن عباس وإنهم صلوا حينما حصل الزلزال، لكن آيات أخرى لا، الرياح وغيرها والأمطار القوية والشديدة، ولا حتى حين الأوبئة الشديدة لا يصلى لها، إنما الدعاء، نعم، الدعاء والفزع والصدقات واللجوء إلى الله عز وجل، هذا نعم مطلوب، لكن الصلاة لا، الصلاة للخسوف والكسوف. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.